أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من بخيل وعنب تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك بيت وما منع الناس
الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. صدق الله العظيم. كريم الرب شأنه ستر الخطايا، وشأني أنا أن يكون الذنب مني. يظن الناس بي خير وإني لشر الناس إن لم تعف عني. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في غروج مشيدة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشتم في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة المعطرة. فلا علينا ذلكم العلم الإذاعي القرآني قارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والعربي، قارئ القطرين العربي والغربي، فعشقه أهل الغرب مع أهل العجم، سفير من سفراء القرآن الكريم، كبيرة القارئ الشيخ محمود علي حسن القري والمقيم ببهدغاي مركز الزقازيق الشرقية. قلنا هذه الليلة القرآنية عبر سير صوتيات الكهرة هندسة الكهربائية عميد مقاول الفراشة بالشرقية التي كمل وجمل هذه الليلة القرآنية صاحبها محمد الريس المقيم بكفر المحمودية هي شرقية. نصور هذه الليلة القرآنية سوف ترونها الليلة وكل ليلة عبر شبكة الانترنت صاحبها الباش مهندس ناصر صلاح المقيم بالزقازيق وجمع طيب الكريم باسم هذه البلد الطيب واهله وباسم العائلة الكريمة نجلي المرحوم الراحل الحاج السيد ابو فدراوي باسم اولاده باسم المستشار رمضان السيد متولي وباسم المستشار السيد ابو ديب وباسم هذه العائلة الكريمة وكل من تأصل بها أصالة هذه العائلة أتقدم بخالص الشكر والتبرير إلى كل من أتى لأداء واجب العزاء. أنا أشكر الأستاذ محمد الجهري أن
أيها الجمع الطيب الكريم، شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم. أشكر فضيلة الشيخ محمد حسنين البنا، غفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله. نصل ونواصل هذه الليلة القرآنية بعد صلاة العشاء، نترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام من الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.